There we go. Family of the last minute. Bon, c'est purement personnel. Je suis là pour vous. Quand on a la fin de l'histoire de l'île, on a eu l'idée de soir. On connaît une homme après, on a des petits carréens, on a des patates. أنا برمي الحويس اللي عندي مقدسة في الله هي احترام الوقت الوقت وكاين هنا عندنا راه كنعرفو هادو الرونديفو فانتلاقاو مور العصر تلاقاو مور العشاء راه كنعرفو مور العشاء راه مشات من تما حتى الفجر احنا في كل واحد وتربيته كل واحد كاين اللي كيقول لك علاش حنا نعطيو هذه الأهمية للوقت كاع بحال ساعة ساعتين ما دات ما جابت المهم كيقلل من الشأن ديال ديك الساعة إيوي اللي كيعرفوا قيمة الوقت سير عند اليابانيين ودير معاهم هذا حدد معاه موعد وقول له يقدر يقول لك مع الخمسة هي الخمسة بيل الخمسة وهذا بقى يتفاصل معاك بالثواني علاش لانه هو تربى الدران عندهم يمكن يديرون توت لاني ما كيديروا وقيلا حتى المهم بحثوا شويه في جوجل وغادي تلقاو سيركيلاسيون انا افضل نمشي على رجلي على رجلي يمكن نعرف نحدد انا نتحكم في الوقت اما نسرع الخطى ولا نمشي بشويه عليا دونك يمكن نلعب بين ربع ساعه ونص ساعه نوصل لنفس المكان كنت معطل غادي نزرب
كنت خرجت بكري غادي نتقبل شي واحد البارحة. دابا باقا المغرب بخير. ندور عند يو ويز مي في إيبيريا. إيبيريا وهذا اللي عندنا هو بلد آمين. نعكلم هاد العدالة تاع ضبط القوانين اللي كيهضرو مع حد ما كيقربو لحد هو كيديرو لاطور ديالو ولاطور مي ديالو وكيعملو التعليمات ديالو. والحمد لله فالمدينة القديمة لاحظت واحد الكربونات ديال المخازنيه ديال البوليس انا كنظن طنجه ولات قبلا للسياح. كان واحد الوقت راه الزعر للدواء ما تشوفوش. دابا لا دابا الحمد لله. وانا كنأكد هاد المسائل هادي لان لو كان هذا ما غنهضرش هاد الموضوع، لكن دابا اؤكد ان مدينه طنجه مدينه امنه وامنه جدا. اللي باقي كيديرونجيو لي انا الشون فيزيون ديالي هما بحال هادو. هذا مجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة عاصمة، الموظفين ديالو كيجيو كيباركيو هنايا كما لو ان هذا ان باركينغ لا الحبايب. وعاد داير السلسلة والسلسلة مصبية. شوف هذا فين جاي واقف عاود. مع العلم مع العلم هذوك اللي حدانا راه هما اونفاس داك الزاج الخضر راه تما ان باركينغ سولتيران كبير يمكن شي سي با يمكن شي 400 بلاص ولا يعني شاد هاد التحت كامل التحت ديال هاد هاد المنطقة هادي. إذا في عوض تمشي تحط ديك البركة تما كتجي هنا ديرونجي المواطنين. درت واحد لابونك هنايا سبق درت عليها واحد لا فيديو ديال البنك الشعبي. الهندسة المعمارية ديالها من بعيد تقول لي شنو كان هنا. رجعوا شوية للارشيف ديال الصور غتعرفوا شنو كان هنا. هذه مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم زوقوها ونمقوها وأعتقد أن هذا لو طراي كي يكفي في إن وانا هذا ماشي الشغل ديالي. الشغل ديال الأمر يبحثو خاصنا كل شيء في إطار الشرعية في إطار المشروع في إطار احترام القانون. فكرية أطلقت الدراسة هي انا كليان كنطلب القهوه ديالي كنخلصها يصدق عليا حد ايوا الباترون الباترون ها راسي بي داك الباترون. جا واحد السيد ولا استاذ دابا حنايا فهمتي كنكري وما كنكري الله دخلنا بالصفقات صافي جمعت الباس ديالي من تما عاود حطيت رجلي في داك المكان. نعمل
اللي كتدخل الكرا وكتدخل هذا كيقول لي كتكون اشياء اخرى. ايضا ما عنديش معلومات باش يمكن واخا تكون عندي معلومات ما ندخلش في هذه المتاهه. الحمد لله كاين نقابات على الجيش العالم يدافعوا على حقهم، مش حابين غير لا بعض الاحيان الامتيازات اللي كيدير واحد المؤسسه وكتحمل اسم مؤسسه الاعمال الاجتماعيه وكذا، راه كاين دعم، كاين واحد اخر كيدير الدعم على ظهرك كيدير ناقص مع لا كرياسيون ديال هاد. هو هذا خصو يكون نادي رجل التعليم، انه بحال كاينه دار المحامي بحال كاينه دار القضاة اكسترا. انا هنايا في حسنونة، هذه المنطقة معروفة بحسنونة، وهنايا في الزردة هنايا اللور الملاءه ديال تونس. نادي تما كاين نادي، نادي بيان سور عندك لاديزيون كتخلص عرفت واش الشهر ولا في العام ولا كل مرة نومي انتريسا بور المومنتو. كاينين داخل تي بارك دو جو، وعاد عندهم المقهى ديالهم والمطعم كنظن داخل، دونك الاسم ديالو هو هذا صلا كاردان، صلا كاردان وي سيت ان كافي ريستوران. هنايا بالذات كيدوز من هنايا قوي، دونك حنا بدينا في لو بولفار. وهنايا غادي نوقف التسجيل.